أو تقول تأتي توجد أثر ثقة معكم، أثر ثقة توجد تقدم 24 ساعة، 24 ساعة كما قولي لكم الفيديو البارح، أحد اليوم نقول لكم فيديو عن عم أحمد. عم أحمد هذا مسكي كده وضع نطلق الكلمة هو يقول لكم وش هيك أثر ثقة عم أحمد. أني قل لنا بارك الله فيهم، خدمة مليحة الحق، وفر علينا امور بزاف. ملي كان الانسان لازم يروح يحوس حتى للعاصمه ولا القليعه عن طريق لاباج تاعهم فيسبوك ولا في اليوتيوب، طلعت على الامور تاعهم لي بروجي، عجبوني البروجي تاعهم الحمد لله. هذا البروجي الاول اللي شمر حوشي، مازال الحمد لله بحول الله الاسبوع الجاي يسجل لي صالون بور لانستون. نقولوا الحمد لله بارك الله فيكم وربي يوفقكم. الله يبارك فيك يا احمد. وانا واخا نجي نقول لكم، احنا ما نقولكمش غير في الباج اليوم، انا في المباشر عند عم احمد ولا في ميسون كيما نهضر لكم كيما تشوفوها. هو عم احمد يقول لكم على الله في ميسون وكيما شافها في الباج واش يقول لكم عم احمد. لا البروجي ما شاء الله كما شفت كما لقيت سي بون. وشنو نوصي برك ليك ليا وخوتي، قبل ما تكومونديو شوفوا لي ديمونسيون تاع لي شومبر تاعكم، باسكو لي شومبر تاعي كي جاتني شويه اونكومبري هكا. مي هذا الشومبر ودوك نقول لكم على المنظر الجميل على عم احمد. خلينا لكم دارنا كبيره فوق ليها، لقينا دارنا صغيره عند عم احمد في سكي بدا، وعم احمد ما صابش وين يحطنا، والحمد لله يا ربي خاوتي ها هو المنظر الجميل على عم احمد. تفضلوا معايا تشوفوا ها هو المنظر الجميل. انا في البور تاع سكي كدا ولا في الاحلام. هذا الثقه تلقاهم عندها غير المليح والحمد لله. هذا اللوغو اللي درناه اسم على مسمى والحمد لله، ربي وفقنا وهذا فضل ربي سبحانه والحمد لله. والدار اللي دخلنا ليها الحمد لله ما صابوا ولا حطوا لها. وش نقول لكم خوتنا، تبعونا في الصفحه في اليوتيوب، كثروا لنا الايجاب وحنا في الخدمه. سلام.